هاي حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله هنتعلم نعمل مع بعض النهاردة طريقة الحلق ده بطريقة سهلة جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنت للفيديو لو عجبكم، ويلا نبدأ مع بعض. اول حاجة الخامات اللي هحتاجها، هحتاج لخرز تفسيرة، هحتاج هوك حلق ومسمار بالشكل ده، تكون نهايته كده مش الملفوفة. هحتاج لشكل فيمو، وهنحتاج لبريمة سيليكون، وهنحتاج طبعا البنسة دي اللي هي 3 في 1 او ديل الفار اللي هي بتكون ملفوفة من هنا بالشكل ده. يلا نبدأ مع بعض. اول حاجة انا هحط خرزة باللون الابيض، وبحط الشكل الفيمو اهو بالشكل ده، وبحط خرزة تاني باللون الابيض، ودي اول حاجة في الحلق اهي. هو مكون من دلايتين اللي هي الخرز واللي هي اللي فيها الفاكهة، دي اول واحدة اهو بالشكل ده. هنسيب مسافة يعني تقريبا كده ممكن سنتي اهو، وهنقص بالقصافة اهو بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نبرم السلك اهو، هنتنيه بالشكل ده، وبعد كده نرجع نلفه اتجاه عكس اهو بالشكل ده. انا هفتحه وهحط في الهوك وارجع اقفل تاني اهو بالشكل ده، وبعد كده هستخدم مسمار كمان، هحط خرزة بينك، خرزة أزرق، كمان خرزة اهو، سوري خرزة أبيض اهو بالشكل ده، وهنقص المسمار، هنسيب مسافة اهو سنتي تقريبا، وهنقص المسمار اهو بالشكل ده، بنلف المسمار كده اهو، بنتنيه بالشكل ده، وبعدين بنلفه عكس الاتجاه اهو بالشكل ده، وهنركبه في الحلق. هنفتحه الاول اهو، هركبه في الحلقة بتاعة المسمار الاولاني اهو، وقفلنا الحلقة بالشكل ده اهو. حلق بناتي سهل جدا ورقيق، وبعد كده هنقفل الهوك بالبريمة السيليكون، وكده نبقى خلصنا شرح طريقة الحلق ده بطريقة سهلة جدا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وكومنت للفيديو لو عجبكم.